الله رب العالمين يكون يوم القيامة إن شاء الله ممن يشفع فيهم القرآن الكريم يا رب العالمين. رحلتي مع القرآن كانت بدأت قبل 10 سنوات، أين حفظت ربع القرآن في مدة عام، ثم انقطعت بسبب ظروف إلى أن رجعت لمواصلة حفظ القرآن في عند بداية جائحة كورونا، أين ختمت الختمة الأولى ثم الختمة الثانية في بلديتي والحمد لله. ثم من الله علي بهذا المخيم النهضة بالقرآن الكريم، أين ختمت ختمتان متواصلتان في مدة 9 أيام، الختمة الأولى ختمة المراجعة، ثم الختمة في جلسة واحدة التي كانت في 9 ساعات متواصلة من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة الظهر. الحمد لله على يد أستاذتي. أشكر كل جهود المخيم، كل من مديرة إلى الإداريات والأستاذات، ولا أنسى معلمي القرآن الذين صححوا وجاج لساني، ولله الفضل والمنة، كما هذا الفضل يرجع كله لله أولا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا أنسى دعاء والدي الذي رافقني طوال مسيرتي والذي لا أنساه، وكان توفيق معي طوال حياتي. القرآن من كان له فضل عظيم في حياتي، والحمد لله دائما أرى التيسير في دراستي وفي كل أمور حياتي. لا أنسى أيضا أن الله من علي بعمرة في هذا المخيم، والذي كانت أمنية حياتي أن أزور بيت الله الحرام، كما إن شاء الله سأستمر في هذا الطريق بخدمة أهل القرآن وختمات تدبر وختمات وختمات للتعمق في هذا العلم الذي لا ينتهي، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم.